بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، عاملين ايه يا جماعة؟ معلش انا بعتذر، بس عشان انا ما جيتش المرة اللي فاتت لان كان عندي سيمينار مهم جدا كان لازم احضره. مبدئيا احنا النهاردة هندرس الفيرست لو في الاوبن سيستم. احنا المرة اللي فاتت اتطرقنا للفيرست لو في الكلوز سيستم، واتفقنا ان الصيغة العامة للفيرست لو هو عبارة عن الكيو ناقص الورك هتساوي التغير في الانترنال، اذا بتساوي التغير الانترنال انرجي زائد التغير في الكينيتيك انرجي زائد التغير اللي في البوتنشال انرجي. اوكي مفيش مشكله، لكن ده بالنسبه للكلوز سيستم اللي هو كان كنترول ماس. بمعنى ان في اثناء كلوز سيستم زي ما حضراتكم عارفين ان الماس عندي بيكون كونستنت، وكل التغيرات اللي بتحصل جوه السيستم نفسه، مثلا كان بيستون سلندر السيستم مثلا عمال يعمل اكسبانشن او بعمل عليه كومبريشن او اي حاجه، فالماس عندي ثابته ما بين نقطه واحد ونقطه اتنين في اي بروسس ممكن تحصل عليه. اوكي نيجي للاوبن سيستم. الاوبن سيستم مشكلته الاساسيه اللي عندي ان هو عكس خالص الكلوز سيستم، ان الماس عندي مش ثابت. انا عندي ماس ان زي ما حضراتكم شايفين، وعندي هنا ماس اوت، ماشي، وبالتالي ممكن يكون في اي ماس اتخزنت جوه السيستم نفسه. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا قبل ما اتكلم، يعني من اللي انا عاوز اقوله ان الماس عندي مش كونستنت، يعني وبالتالي قبل ما اتكلم على الانرجي كونزرفيشن انا لازم الاول اتكلم على الماس كونزرفيشن. بمعنى هو قانون بقاء الكتله، ان الكتله عندي مش ثابته، وبالتالي انا اقدر اقول ايه؟ القانون اللي احنا شايفينه ده، ان الماس ان هتساوي الماس اوت زائد التغير في الماس اللي جوه لو حصل اي تغير. وبالتالي يبقى عندي هنا مثلا لو افترضنا ان انا عندي 100 كيلو جرام داخلين وعندي 50 كيلو جرام ده خارجين، يبقى في 50 كيلو جرام اتخزنوا. ده القانون المقصود بيه، لو هو كونتينيوتي ايكويشن من الاخر لو احنا فاكرينه. طب انا لو انا عاوز اطبق ده برضو على الانرجي كونزرفيشن، وبالتالي هقول برضو اللي هو الفيرست لو في الصيغه العامه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت، اللي هي الانرجي ان هتساوي الانرجي اوت زائد التغير اللي حصل في الستورد انرجي، صح؟ اوكي. طب ده في الحاله العامه، دي حالة يعني معقدة جدا وكومبليكيتد، ان انا في ماس داخلة وفي ماس خارجة وفي حاجات بتتخزن وفي كات طاقة بتتخزن. دي حالة احنا عمرنا ما هنتطرق لها. طب ايه الحالة اللي احنا هنتطرق لها هنا عندي؟ هي الحالة بتاعت ستيدي ستيت. ستيدي ستيت، ستيدي من اسمها، اي حاجة ستيدي فهي ثابتة مع الزمن، يعني الزمن عمال يتغير وهي ثابتة معاه. طب ستيدي ستيت دي معناها ايه؟ معناها ان دي الترم الجميل ده اللي هو دي ام باي دي تي ده هيبقى بزيرو، والترم التاني اللي هو دي اي باي دي تي ده برضه هيبقى بزيرو. يبقى السيستم عندي لا بيخزن طاقه ولا بيخزن ماس، مش تانك عمال املاه ولا تانك عمال افضيه ولا اي حاجه، هو تانك مليان اوريدي. اوكي بدخل له مثلا 1 كيلو جرام بير سكند، اخرج منه برضه 1 كيلو جرام بير سكند، بدخل له مثلا 500 وات انرجي في اي صوره بقى، في صوره هيت، في صوره ورك، في صوره اي حاجه، بخرج منه برضه 500 وات انرجي في اي صوره تانيه. ده المعنى الحقيقي للفيرست لو، اللي انا عندي فيه طاقه بتكون داخله في صوره ممكن تخرج في صوره تانية خالص او في نفس الصوره. طب جميل جدا. طب ايه معنى كده ستيدي ستيت؟ خلاص زي ما اتفقنا ان دي ام باي دي تي والدي اي باي دي تي هيبقى بزيرو. طب حاله تانية، حاجه تانية برضو من خصائص الستيدي ستيت بتاعتي، ان البروبرتس اللي داخله والبروبرتس اللي خارجه بتكون ثابته برضك مع الزمن. يعني ايه؟ يعني انا طول ما انا واقف هنا، وكان افترضنا ان الفلو اللي داخل عندي هنا كان داخل ببريشر معين وتمبريتشر معينه وفلوستي معينه، بريشر 10 بار، تمبريتشر 30 سيليزيوس، بلوستي مثلا 100 متر بير سكند، اي حاجه مثلا. اوكي الحاجات دي هتفضل ثابته مع الزمن طول ما البروسيس شغاله. يعني عمر ما البريشر مثلا هيتغير معايا من 10 بار بقى 8 بار، ده ما بقاش ستيدي ستيت. كذلك الحال في 2، يبقى بوينت 1 بروبرتس عند نقطه 1 والبروبرتس عند نقطه 2 برضك لازم تكون ايه؟ ثابته مع الزمن. فالعمليه كلها ستيدي. في يعني في فلو مع الزمن، يعني كل شويه في 10 كيلو جرام بير سكند خارجين، في 10 كيلو جرام بير سكند داخلين، وفي 10 كيلو جرام بير سكند خارجين. الحاجات دي ماشي مفيش مشكله، في فلو مع الزمن لكن مفيش تغير للبروبرتيز دي مع الزمن، اللي هي الاتش، اليو، الفي، البريشر، التمبريتشر، البروبرتيز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. طب تمام جدا. وبالتالي لما انا اهمل الترم ده بقول ان الماس ان بتساوي الماس اوت زي ما اتفقنا. خدنا حاجه كده قانون خدناه في اعدادي قبل كده، ان هو ان الماس من الكونتينيوتي هو عباره عن الرو في الفي في الايه. الرو دي الدنسيتي بتاعت الفلويد اللي عندي، هو كيلو جرام لكل متر مكعب. الفي دي الفلوستي متر بير سكند،
ماشي معلش، بس كانت غلطه بس من سرعه الكتابه، كتبتها متر لكن انا عدلتها لكم، هي المفروض متر بير سكند. الاريا دي هي كروس سكشنال اريا، هي عباره عن متر سكوير. ده خلاص يبقى احنا كده انتهينا من موضوع الفلو. طب تعال نخش على الانرجي. في الصوره العامه هتكون عباره عن ايه؟ الكي دوت ناقص الورك دوت، هو نفس الفيرست دوت بتاع الكلوز سيستم، مفيش اي تغيير فيه. ضربناه في الام دوت اللي هي الماس فلو ريت، الماس اللي داخله او اللي خارجه. طب ايه، طب احنا بنقول ايه؟ بنقول في المفروض الطاقه اللي داخله ناقص الطاقه اللي خارجه. طب ايه اللي الطاقه اللي خارجه، سوري، الطاقه اللي خارجه ناقص الطاقه اللي داخله، الاكزيت ناقص الانلت. الاكزيت عندي او الطاقه اللي ممكن تخرج عندي من الـ من عند نقطه 2 اليو، اول حاجه ان الفلويد اللي عندي خارج بانترنال انرجي يو. طب ايه تاني خارج بيها؟ كينيتيك انرجي، خارج بسرعه في. ايه تاني غير دول؟ خارج بهيد معين او ارتفاع بوتنشال انرجي معينه، وكذلك داخل بيهم، يعني مثلا داخل بيو معينه وداخل بكينيتيك انرجي وداخل بهيد، حصل له مثلا بروسس جوه، مثلا زودت له هيت، اضفت عليه ورك، هو اداني ورك وات ايفر اللي عمله، وبالتالي خرج عند نقطه 2 بيو مختلفه وكينيتيك انرجي مختلفه وبوتنشال انرجي برضو ايه مختلفه، عشان السيستم من جواه ما خزنش حاجه زي ما اتفقنا، وبالتالي الفرق اللي حصل في البروبرتس او في الانترنال انرجي نفسها بتاعت الفلويد، سواء كانت كاينيتيك او كانت بوتنشال او كانت انترنال انرجي يو، انا خدته كايه، يا اما كهيت او كورك او انا اضفته ليه لو هو الطاقه دي بتاعته زادت. ما علينا، ماشي، ما علينا، نرجع بس للقانون. وبالتالي في هنا الطاقه بس نسينا نقولها، اللي هي عباره عن الفلو ورك. الفلو ورك احنا اتكلمنا عليه قبل كده لما شرحنا الانثالبي، اتفقنا ان الفلو ورك ده عباره عن ايه، لما نرجع هنا للسيستم كده، هو عباره عن الطاقه اللي بتبذلها البوليكيولز على بعضيها عشان تقدر تدخلها جوه السيستم او تخرجها من بره السيستم. جميل. وبالتالي لما ننزل تحت كده هلاقي ان دلتا بي في ده هو عباره عن بي 2 في 2 البريشر في الايه، في السبيسيفيك فوليوم، ناقص بي 1 في الفي 1. وبالتالي انا لو جمعت اليو 2 مع البي 2 في 2 هتديني اتش 2، ولو طرحت ناقص ماينس تنزل هي زي ما هي، اليو 1 زائد البي 1 في الفي 1 هيدينا اتش 1. وبالتالي الصيغه العامه بقى للقانون بتاع الفيرست لو في الاوبن سيستم هو عباره عن كيو ناقص الورك اللي بتساوي اتش 2 ناقص اتش 1 انصلبي. وبالتالي الكلوز سيستم بيميزه ان الكيو ناقص ورك دلتا يو، لا، الاوبن سيستم بيميزه كيو ناقص ورك ايكوال دلتا اتش. زائد نكمل بقى بقيه الحاجه، النص اللي هي الكينيتيك انرجي، في سكوير 2 ناقص في سكوير 1 زائد زائد جي زد 2 ناقص زد 1، كل ده مضروب في الماس فلو ريت. طب ما نركز شويه في الوحدات، عشان الوحدات هنا، الوحدات المره اللي فاتت كانت سهله، كانت اغلب المسائل عندي سبيسيفيك، وكانت نادرا لما كان بيديني ماس واضرب الماس في الكيلو جول بالكيلو جرام، اضرب الماس في كيلو جول لكل كيلو جرام، وبالتالي هقدر اجيب الكيلو جول. هنا انا عندي اللي زي ما اتفقنا ان الوحدات اللي عندي اتش 2 والفي والزد دول كلهم سبيسيفيك، يبقى يعني وحدتها كيلو جول لكل كيلو جرام. لو ضربتها في الماس فلو ريت اللي هي سواء الماس الان او الماس الاوت، ما هما كده الاثنين واحد، اللي هي كيلو جرام بير سكند، يبقى كيلو جرام هتروح مع كيلو جرام، بقى لي كيلو جول بير سكند هي كيلو وات، فالمعادله كلها بتكون بالكيلو وات. جميل، خلاص، يبقى دي ايه المعادله لما اقسم على الام دوت عادي بقى، بالتالي المعادله دي بتكون ايه سبيسيفيك، على حسب بقى يعني لو اداك في المساله الماس فلو ريت، او اداك مثلا سرعات، او اداك مثلا ديامتر مثلا لمواسير او لدكت اللي المفترض الهواء او الميه يمشي فيهم، الميه مثلا او الفلويد بيمشي في العادي في مواسير والهواء بيمشي في دكت في العادي يعني، اوكي. وبالتالي خلاص يبقى هو كانه بيقول لك اشتغل لي ايه، اشتغل لي على الصوره الاولانيه، هي بالصوره اللي هي بوحده كيلو وات. لو ما ادكش الكلام ده كله فانت اصلا اوريدي بتشغل ايه سبيسيفيك زي ما كنا شغالين في الكلوز سيستم. اوكي، احنا مش هناخد المره دي ترم ترم في المعادله ونتكلم عليه زي المره اللي فاتت، احنا اتكلمنا عن الكيو والورك، وخدنا عرفنا الباوندري ورك والسبرينج ورك والشافت ورك والالكتريك ورك وكل الحاجات دي اتكلمنا عنها. لا، ان انا عندي الدنيا هنا مختلفه شويه، ان انا بتكلم على ابلكيشنز اكتر ما بتكلم على ورك. لكن انا بس هناخد هنستثني من القاعده دي ترم اللي هو الدلتا اتش، يعني انا بذكركم بحاجه زي كده لكن انتوا اكيد عارفين. انا عندي هنا الترم الدلتا اتش اللي هي اتش اكزيت ناقص اتش قلت او اتش 2 ناقص اتش 1، اوكي، اللي هي هنا بتساوي اس بي في الدلتا تي. امتى؟ لما يكون ايديال جاز اللي هو ايه، اكسجين، نيتروجين، هواء،
اي هيدروجين اي حاجه من الحاجات اللي زي كده. فانت لو اول ما تشوف ايديال جاز انسى خالص ستيم تي ودرميه، والدلتا اتش سي بي في الدلتا تي. طب اوكي، طب لو حاله ستيم عندي، لو الميديم ستيم، خلاص استخدم اتش 2 ناقص اتش 1، وعندك البروبرتيز اللي عندك اللي تقدر تخش بيها تيبل 1 او تيبل 2، تعمل بقى براحتك. جميل. طب انا قلت من شويه ان انا مش هتكلم على ترمات كتيره في المعادله، لان احنا بنتكلم اكتر اصلا على ابلكيشن. انا عندي 99% من الابلكيشنز اللي في الميكانيكال انجينيرنج اصلا كلها على بعضيها هي عباره عن اوبن سيستم، يعني نادرا لما بنلاقي كلوز سيستم. اوكي، طب وبالتالي ايه هي الابلكيشنز المشهوره شويه واللي المفترض ان تعرف عنها حاجه؟ انا عندي مثلا البامب زي الموجود عندك في البيت، عندي كومبريسور، عندي تربينه، عندي هيت اكسشينجر، عندي بويلر وكوندنسر اللي هو الصور من صور الهيت اكسشينجر. بس احنا هنتكلم هنا المره دي عن البامب والكمبريسور والتربين، وهنتكلم برضو عن النوزل والديفيوزر، ونحاول نحل عليهم مسائل ان شاء الله باذن الله تعالى. اوكي، لكن هي الفكره نفسها في الاخر هي واحده. طب جميل، طب ايه البامب دي؟ البامب دي هي بالاخر هو equipment انا بستغله عشان اقدر ارفع الضغط المائع، اي او ضغط الفلويد، اي بقى مائع او اي فلويد عندي، ميه، زيت، اي حاجه تانية. اوكي، طب هي بترفع ضغطه ازاي؟ بغض النظر عن ازاي، هي في الاول وفي الاخر انا عارفه ان هي بتاخد مني باور معين، اوكي، وبترفع ضغط الميه اللي عندي او الزيت او اي حاجه او الفلويد من نقطه واحد لغايه نقطه اتنين. انا اللي يهمني في الموضوع ده كله ان هي بتاخد مني باور، يعني انا في ورك دان اون ذا سيستم، او في باور دان اون ذا سيستم. جميل. انا في الغالب انا لما باجي اتعامل مع البامب او التربين او الكمبريسور او اي نوزل بعمل حاجه اسمها كده، يعني مثلا بعمل كنترول فوليوم حوالين البامب، يعني بقف كده، ده كنترول فوليوم حوالين البامب او التربين او النوزل، واشوف والله الكنترول فوليوم اللي حواليه ده مين اللي داخل ومين اللي خارج. اوكي، مبدئيا انا عندي ايه اللي داخل؟ نقطه واحد، انا عندي زي ما اتفقنا اللي هي انترنال انرجي، الانترنال انرجي زائد الفلو ورك اللي هي اتش 2 ناقص اتش 1 من الاخر. ايه تاني؟ البامب داخل لها فلويد بسرعه معينه وخارج بسرعه تانية، مثلا يبقى نص في سكوير 2 ناقص في سكوير 1. اوكي، جي زد 2 ناقص زد 1. جميل. طب ما هنا في اللحظه دي برضو في ورك دان اون ذا سيستم، يعني هنا بالمنظر ده في عندي ورك. سوري، بس انا عندي ورك اون ذا سيستم. طب اوكي، طب تعالى نشوف ايه اللي معايا وايه اللي يعني ايه اللي انا ممكن اقدر اهمله. مبدئيا في العادي ان الكيو اللي عندي بيكون بزيرو، الا لو يعني الكلام ده كله احنا بنقوله لو لم يذكر خلاف ذلك في المساله. احنا بنتكلم في الطبيعي اللي بيحصل بره في السوق او في الديزاين نفسه بتاع الحاجات اللي زي كده. انا في الاول وفي الاخر في الغالب ان اغلب الضغط او اغلب الباور اللي بيكون داخل عندي جوه الميه بيروح عشان يقدر يرفع ضغط الميه ويزود شويه من سرعته، لكن مش بيروح عشان يقدر يرفع من درجه حرارتها، وبالتالي مفيش اي سورس من السورسز بتاعت الهيت ترانسفير، يعني مفيش لا ماس داخله ولا في ماس خارج، سوري، مفيش فرق في درجات الحراره عشان يقدر يعمل لي هيت ترانسفير، وبالتالي في الغالب الكيو دي بكام؟ بتبقى بصفر. مع السلامه، رحت. طب ناقص الورك ينزل زي ما هو، اتش 2 ناقص اتش 1 دول انت هتجيبهم عادي من الستيم تيبل. وخلي بالك ان احنا في اللحظه دي البامب اللي عندك بتضغط فلويد او ميه انكمبريسبل، وبالتالي هي مش هتكون لا في الويت ريجن ولا هتكون في السوبر هيتد، ان دول اصلا بيكون ستيم، وبالتالي هتكون في السب كولد. يعني انت شغلك كله لو جاب لك بامب هتكون في تيبل 3 من الاخر. اوكي، سواء اتش 2 او سواء اتش 1 مش فارقه، لان الاثنين في السب كولد. البامب دي لا تستخدم الا في ضغط اهو انكمبريسبل فلويد، دي انكمبريسبل فلويد اهو، ماشي. وبالتالي اتش 2 ناقص اتش 1 دول انت هتجيبهم منين؟ من الستيم تيبل. طب نص في سكوير 2 ناقص في سكوير 1 ده على حسب جبني في المساله. ساعات مثلا يجي يقول لك ايه، يعني مثلا ان السايز بتاع الماسوره هنا اهو مثلا خمس، مثلا نقول 100 سنتي متر، وسايز الماسوره اللي خارجه برضه متر، اي حاجه مثلا، اي ارقام دلوقتي. اوكي، انت عارف ان الام دوت هساوي رو في الايه،
الرو ما بتتغيرش قوي، عشان خلي بالك ان ده انكمبريسبل فلويد، وبالتالي الرو اللي عندك ما بتتغيرش بتاعت الميه سواء بضغوط او سواء بدرجه حراره، الا نادرا بيكون التغير فيها بيكون بسيط جدا، وبالتالي الرو بتكون ثابته. ماشي. الكروس سيكشن اريا زي ما اتفقنا ثابت هنا، يعني سايز الماسوره الديامتر بتاع الماسوره هنا هو بيساوي الديامتر بتاع الماسوره اللي هنا. طب ايه تاني؟ ما هو نفس الماس فلو ريت، فاكيد الايه الفلوستي واحده، وبالتالي ان التغير في الكاينيتيك انرجي اللي هنا ممكن قد يكون بكام؟ برضك بزيرو. خلاص كده؟ وارد في المساله يقول لك كده، يعني مش شرط ان في مساله رقم 9 برضو كده ان التغير في الكاينيتيك انرجي اللي هنا عندي بزيرو، لان في منتهى البساطه الماس اللي داخله هي نفس الماس اللي خارجه على نفس سايز الماسوره، وبالتالي فين التغير في اللي حصل في الكاينيتيك انرجي؟ ما عملتش اكسلريشن للفلو، انا مجرد زودت ضغط الفلو جوه البامب نفسها. جميل. طب هنا زد 2 ناقص زد 1، خلاص احنا خلصنا من ترم الكاينيتيك انرجي ده، احنا نقول في الغالب برضك هيبقى بايه؟ بزيرو. ماشي. طب زد 2 ناقص زد 1 ده، زد 2 ناقص زد 1 ده اللي هو البوتنشال انرجي. انت شايف ان انت عندك البامب ده او البامب ان قطرها كان كبير قوي عشان يكون السكشن بتاعها اللي هو الانلت والديستشارج بتاعها اللي هو الاكزيت بيكون ما بينهم فرق هيد، ده حتى الفرق الهيد ده هيكون عبيط جدا، انا بتكلم على البامب نفسها، يعني انت عشان كده خدت الكنترول فوليوم حوالين البامب. شوف البامب اللي عندك في البيت، يعني هو يعني ده هو ده، هما ممكن يكونوا هما الاثنين على نفس الاليفيشن او على نفس الليفل، وبالتالي برضو ده بيكون تقريبا مهمل، وبالتالي هتقول في الاخر لايه؟ ان الورك اللي عندي بيروح عشان يقدر اغير الدلتا اتش. طب ايه اللي غير الدلتا اتش نفسها؟ ان نتيجه للبريشر، البريشر اتغيرت، يعني مثلا كان بريشر 1 بار و20 سليزيوس، خرج مثلا البريشر بقى مثلا 100 بار، واكيد درجه الحراره هترتفع حاجه بسيطه جدا، يعني مثلا 30 سليزيوس او 35 سليزيوس حاجه زي كده، فتلاقي ان في يعني ان الاتش اتغيرت نتيجه ان انت عندك ان البريشر نفسه اتغير. افتكر ان الاتش عباره عن يو زائد دلتا بي في. جميل. وبالتالي زي ما اتفقنا خلاص المعادله هتقول ان كيو تقريبا بتساوي زيرو، تقريبا برضو الكاينيتيك انرجي بزيرو، الدلتا زد برضو بزيرو. اوكي، لكن نخلي بالنا هنا ان الورك اللي هنا ده عباره عن نيجاتيف ورك، ده ورك دان اون ذا سيستم زي ما اتفقنا. يبقى خلاص كده البامب انكمبريسبل فلويد، ودي الصوره العامه للقانون بتاعها. انت كده كده اصلا بتكتب في الاول القانون ده وتشوف ايه اللي معاك وايه اللي مش معاك، يعني كيو مش معايا، دلتا في مش معايا، الا ربما يجي يقول لك دلتا في معاك، يجي يديك مثلا الفلوستي هو داخل يقول لك لا الفلوستي وانا داخل 1 متر بير سكند، والفلوستي وانا خارج 5 متر بير سكند. طب اختلفت في ايه؟ اكيد السايز مختلف، سايز الماسوره، فسايز الماسوره وفي عند نقطه 1 كان ما اكبر من سايز الماسوره عند نقطه 2، وبالتالي الفلوستي هنا ايه؟ فالفلوستي عند نقطه 2 اعلى مثلا. اوكي ماشي. الكمبريسور بالظبط هو نفس البامب، لكن الفرق ما بين الكمبريسور والبامب ان واحد للكمبريسبل فلويد، هو حتى من اسمه كمبريسور بيضغط الكمبريسبل فلويد، زي مين؟ زي الهواء، اكسجين، نيتروجين، سوبر هيتد ستيم مثلا، يعني الستيم اللي عند ضغوط عاليه درجات حراره عاليه ممكن برضه يضغط بكمبريسور. المهم في الاول وفي الاخر يكون كمبريسبل، يعني قابل للانضغاط، يعني الرو بتاعته بتتغير يعني تغير كبير جدا لمجرد انا غيرت البريشر والتمبريتشر. احنا كنا بنتكلم هنا في الكمبريسور، معلش قطعت بس في النص. الكمبريسور هو نفس بالظبط البامب، لكن هنا بيكون على الان كومبريسور فلويد زي ما اتفقنا، بالتالي هنطبق القانون على طول، الكيو ناقص الورك دلتا اتش زائد دلتا الكاينيتيك زائد دلتا برضو ايه زائد دلتا زد. حلو. لو العمليه عندي اديباتيك وريفرسبل، اوكي، اللي هو بيسموها ايزنتروبيك كومبريشن، اللي هو الايزنتروبيك كومبريشن، وبالتالي ان الكيو عندي هنا تبقى بكام؟ راحت برضو بزيرو. ماشي. اوكي، طب لو مش كده كومبريسور، يعني احيانا كتيره يا جماعه عشان هو بيرفع لضغوط كبيره على ستيجز كتيره، ماشي. احنا قلنا في الكومبريسور الفلويد او في الميه لما اجي ارفع الضغط بتاعها، تمام، درجه الحراره مش هتتغير قوي. هنا العكس، العكس تماما، انا هنا في علاقه طرديه ما بين الضغط والبريشر، سوري التمبريتشر، وبالتالي لما البريشر يعلى التمبريتشر بتعلى معاه،
وبتعلى جامد قوي. انت اكيد عارف ان بي في باور جاما ايكوال كونستانت او البي في باور ان ايكوال كونستانت، ويتعامل بقى مع نفسك. لما اجي ارفع مثلا على دلتا بي او بي 2 مثلا، تخرج من الكمبريسور مثلا 10 بار والبي 1 1 بار، 10 اضعاف. شوف انت التمبريتشر تبقى كام على بي في باور جاما. فالمفترض ان درجه حط فلويد عاليه جدا جوه، ماشي، وبالتالي فمنطقي ان هو يطرد حراره. لو جه قال لك ان هو يطرد حراره فالكيوب نيجاتيف وخلاص، جميل جدا. وبرده هنا الورك يبقى ايه؟ برده بنيجاتيف، ان هو ورك دان اون ذا سيستم. اتش 2 ناقص اتش 1 هتبقى سي بي في الدلتا تي، يعني اتش 2 دي هتبقى سي بي في الدلتا تي، والفي سكوير ناقص الفي في سكوير 2 ناقص في سكوير 1، وكل الحاجات دي كلها لو ما ادهالكش في الغالب برده الدلتا زد ده بقى بزيرو. لو ما ادهالكش طبعا بتهمل. لو يعني انت شوف، انت المساله هي اللي بتحركك، او الجيفن المساله هو اللي بيحركك. يعني هو لو اداك فيهات دي وكل حاجه تتعامل مع الفيهات عادي، اوكي، زي المساله رقم 3 تقريبا اداني في، لكن في نفس الوقت ان الدلتا زد تبقى بزيرو، وده برضه منطقي لان ارتفاعات ان الكمبرسورز نفسها ما بيديش، يعني ما بيديش بوتنشال هيد عالي او ستاتيك هيد للهواء. انا باخد الكنترول فوليوم برضه على ايه؟ على الكمبرسور، زي ما اتفقنا على زي البامب بالظبط كده، هو نفس الصوره مثلا، اوكي. وبالتالي ان فرق الارتفاعات او الدلتا زد نفسها هتكون عبيطه جدا، اوكي، ماشي. للنوزلز، وبعد كده ننزل على النوزلز والديفيوزرز. ايه النوزل وايه الديفيوزر؟ ده النوزل ده ديفايس عندي اكويبمنت مفروض بيعمل اكسلريت للفلو. يعني ايه؟ يعني بيسرع الفلو. طب بيسرعه ازاي؟ عن طريق ان هو يقلل الكروس سكشن اريا طول ما هو ماشي. الكروس سكشن اريا العموديه على اللي هي العموديه هنا، ماشي، اوكي، مفيش مشكله. وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ الام دوت واحده، تمام. طب لما الاريا تقل ايه اللي هيحصل للفيلوسيتي؟ فالفيلوسيتي تزيد، ما هي موجوده، نرجع لها بس كده على السريع. اهي ان الاريا دي عماله تقل، والاكيد الفيلوسيتي رد فعل على طول، ان الفيلوسيتي عماله ايه؟ عماله تزيد، ماشي، اوكي. طب ايه اللي حصل للبريشر في اللحظه دي؟ في علاقه عكسيه ما بين البريشر والفيلوسيتي. طب مين اللي قال الكلام ده؟ برنولي ايكويشن اللي انا كاتبها قدامك، ان غالبا برضه احنا خدنا الكلام ده السنه اللي فاتت في اعدادي. انا لو طبقت برنولي ايكويشن على الكلام ده، على فكره برنولي ايكويشن صوره من صور الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، اوكي. الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس ليه صور كتير جدا، فدي صوره من الصور بتاعته، ماشي. بقول ان البي واحد على رو جي اللي هو البريشر اللي داخل، زائد الكينيتيك انرجي اللي داخله، زائد الزد، بيساوي نظيره الناحيه الثانيه. طب وبالتالي ان نقطه 1 ونقطه 2 هي على نفس الاليفيشن، فدلتا زد بزيرو، زد 1 بيساوي زد 2، جميل. وبالتالي ان هو بعد كده بي 1 ناقص البي 2 هتساوي في سكوير 2 ناقص في سكوير 1. البي 1 وبالتالي في سكوير 2 هي اكيد زادت، وبالتالي ان الترم ده بتاع الرايت هاند سايد بوزيتيف، جميل، فاكيد الترم ده برضه بوزيتيف، فبالتالي بي 2 اقل من بي 1، جميل جدا. طب الديفيوزر، الديفيوزر هو عكس النوزل، بيعمل ديسيلريشن للفلو او تبطيء لسرعه الفلو، عن طريق ان هو برضه بيزود الكروس سكشن اريا. طب زود الكروس سكشن اريا فقلل الفيلوستي، فالفيلوستي قل فالبريشر ايه؟ فالبريشر زاد، جميل؟ جميل. طب تعال نطبق الفيرست لو على السيستمز الجميله الاثنين اللي هناك دول، اللي هن الاثنين واحد، يعني واحد عكس الثاني، يعني الاختلافات ما بينهم عبيطه جدا. بص، انا عمال اعمل اكسلريشن ومش اكسلريشن كل الحاجات دي، وبالتالي اكيد الفيلوستي عندي مستحيل اعملها، مستحيل اقدر اهمل الفيلوستي، ماشي. طب بالنسبه للزد، ما احنا لسه هاملينها اصلا، ومنطقه جدا ان الدلتا زد بزيرو، ماشي. طب الورك، الورك بزيرو. طب ليه الورك هنا بزيرو؟ لان بمنتهى البساطه انا ما عنديش حاجه اتحركت، انا ما اديتش ورك ولا خدت ورك. البامب او الكمبريسور هي حاجه بتتحرك عشان تقدر، ريش بتتحرك عشان اقدر اضغط الفلويد اللي عندي، سواء ليكويد او فيبر، او سواء ليكويد او جاز او اي جاز بقى، ماشي. طب التربينه العكس زي ما هنتكلم عليها كمان شويه، يعني في حركه، يعني في شافت عمال يتحرك، وفي نفس الوقت الضغط والسرعه كل الحاجات دي كلها عماله تزيد معايا مثلا، اوكي. هنا مفيش حاجه عندي بتتحرك خالص، مفيش اي حاجه، خدتش اي موفمنت هنا، وبالتالي هو نوزل الفليو، المجرد الفلويد سرعته زادت سرعته قلت، فبالتالي الورك بزيرو برضو. عشان اقدر
برضو الكيو برضو هتبقى برضو بزيرو تبسيطا برضو عشان اقدر ابسط شويه الدنيا عندي. وبالتالي هتبقى العمليه كلها عباره عن ايه؟ الدلتا اتش اللي عندي هنا بتساوي دلتا كاينيتيك انرجي. طب في حاله لو هو مثلا ده هو ده يوجوالي ان هو كيو تبقى بزيرو. طب لو جاب لك في مساله، انا فاكر في مساله زي كده مش في الشيت، في حاجه تانية، قال لك انا عندي نوزل ما كانش ادياباتيك، كان بيعدي فيه هواء سخن ماشي عند درجه حراره كذا وخارج عند درجه حراره كذا، واثناء العمليه دي كلها فقط هيت لوسز بمقدار ماينس 1.5 كيلو وات. خلاص اوكي، يبقى هو برضو ايه الهيت لوس منه، وبالتالي لما يكون الهيت لوس يبقى كيو طبعا زي ما انتم عارفين بالنيجاتيف. يبقى كل الحاجات دي كلها طبعا مش جديده بالنسبه لك، احنا مجرد بس ايه بنعمل ريفريشمنت بس عليها. فزي ما قلت لحضراتكم ان المساله هي اللي بتحركني. اوكي، ابلكيشن برضو عندنا او اكويبمنت عندي حاجه اسمها الثروتلينج فالف. الثروتلينج يعني انا بعمل عمليه خنق للفلو، بخنق على الفلو نفسه. طب انا بستفيد ايه لما انا بخنق على الفلو؟ البريشر اللي عندي بيقل، يعني مثلا كانك ماسك خرطوم ميه ومره واحده ضغطت عليه، خنقت على خرطوم، عصرته جوه ايدك كده، بحيث ان انت هتحس ان السرعه نفسها بتاعت الفلويد او الميه اللي جوه الخرطوم نفسه ابتدت تزيد معاك بالعصره دي، انت خنقت على الفلويد ده. طب حلو، طب انا يعني انا بميزها بايه الثروتلينج فالف؟ الثروتلينج فالف وانت مغمض دلتا اتش بزيرو، هي كونستانت انثالبي. طب ازاي جت كونستانت انثالبي؟ من القانون اللي قدامك اهو، كيو ناقص ورك دلتا اتش دلتا كانيتك تساوي دلتا بوتنشال انرجي. ماشي اوكي، الكيو بزيرو؟ لا، هي مش في الغالب، هي فعلا الكيو هتبقى بزيرو. ماشي، الورك مفيش اي حاجه اتحركت هنا، مفيش شافت اتحرك، ما خدتش باور، انا ما اديتش باور، يبقى التاني الورك بزيرو. الدلتا بوتنشال انرجي بزيرو، ان هما اتنين على نفس الاليفيشن، مفيش اي حاجه يعني. جميل، طب ايه تاني؟ الدلتا كاينيتك انرجي بزيرو. اه، الدلتا كاينيتك انرجي بزيرو، مش احنا عصرنا الفلوين شويه والسرعه زادت؟ طب ازاي الدلتا كانت انرجي بزيرو؟ انا عصرت الفلو في النقطه دي، لكن بعديها بعد ما خرج خلاص، ما هو رجع تاني لنفس المساحه اللي هو كان ماشي فيها. كان يعني انت مشيت في الفالف ده هنا مجرد بس ايه، كنت ماشي في هنا في عند نقطه واحد كروس سكشن اريا كبيره، جيت عند النقطه اللي معمول عليها اكس دي، مشيت في كروس سكشن اريا اصغر. حلو، فلما مشيت في كروس سكشن اريا اصغر كسرت البريشر هنا، عملت ريدكشن عالي جدا في البريشر في النقطه دي. طب عند نقطة اتنين، نقطة اتنين هنا، طب ما خلاص انت رجعت تاني لنفس ايه، لنفس الكروس سكشن اريا، رجعت تاني لنفس الفلوستي. فكأني خدت ايه؟ خدت الكنترول فوليوم من النقطة دي. شوف، نقطة واحد كانت داخلة عند النقطة دي، نقطة اتنين خارجة هنا اهو. بس على حسب الكنترول فوليوم بتاعك. وبالتالي الدلتا كانت انرجي تبقى بزيرو. وبالتالي ان الدلتا اتش في الآخر هتبقى بزيرو، ف اتش واحد بتساوي اتش اتنين. اوكي. ايه تاني؟ تربينة بقى. التربينه هي عكس البامب وعكس الكمبريسور. التربينه هي المفترض انا بدخل عليها ميديم، سواء ستيم او سواء جاز، عند ضغط عالي جدا وسرعه عاليه قوي. لو عاوز تعرف فكره عمل التربينه، فاكيد اغلبكم مثلا شاف ويند تربين قبل كده، في عند فوق قدام مبنى فوق مبنى 17، لو بصيت كده هتلاقي شبه ويند تربين عندنا كده، شبه ويند تربين. ماشي، طب هي مجرد بس ان انا بيكون داخل عليها الهواء او الجازس، اي جاز غير الهواء تاني، او ستيم، في ستيم تيربن، في جاز تيربن، بيكون داخلين عند ضغط عالي جدا ودرجه حراره عاليه قوي، ماشي، ضغوط عاليه، فبيخش جوه التربينه بيعمل اكسبانشن. يعني ايه اكسبانشن؟ يعني الضغط بيقل. طب لما الضغط يقل فين بقى الحركه بتاعتي؟ ان لما الضغط يقل زي ما اتفقنا فوق في النوزل، معناها ايه؟ معناها ان ده كله تحول لكاينيتيك انرجي سرعه. بستغل الكاينيتيك انرجي بعد كده ازاي؟ ان انا احرك ريش التربينه. فالريش بتكون متثبته على شافت، فالريش تتحرك، الشافت يتحرك، فانا هاخد باور. تمام؟ بس دي فكره عمل التربينه. يبقى مجرد بعمل اكسبانشن جوه التربينه، العكس في الكمبريسور بامب زي ما اتفقنا. بعمل اكسبانشن جوه التربينه، فلان البريشر عمال يقل جوه التربينه، البريشر عماله تقل جوه التربينه، ماشي، وجوه التربينه هتلاقي الفلوستي زادت، وتبتدي تعمل ايه؟ تبتدي اخد الكاينيتيك انرجي او الفلوستي الكبيره دي كلها، اقدر احرك بيها الريش التربينه نفسها، فالريش تتحرك، والريش بتكون ماونتد على شافت، الشافت يبتدي يتحرك، فانا ابتدي اخد باور من الشافت ده،
والشافت ده بيكون بقى ايه كابلد مع جنريتور مثلا، يبتدي بعد كده الجنريتور ده يولد كهرباء، او كابلد مع اي حاجه تانية مش شرط جنريتور، اي عشان اخد بيه باور مثلا اشغل بيه اي حاجه تانية. اوكي طب تمام جدا. اوكي طب بص نفس القانون يعني حاجه ممله جدا يعني. اوكي لو قال لك ايزوتروبيك اكسبانشن زي اغلب مسائلنا ماشي، يبقى انت عندك ان هي اديباتيك وريفرسيبل فكيو تبقى بزيرو. لو في حاله يبقى في هيت لوسز، اما يديها لك الهيت لوسز دي او يطلبها منك، طبعا الكيو تبقى بنيجاتيف على حسب معطيات المساله ماشي. لو اداك دلتا كاينتيك انرجي، اداك سرعات، فانت بتعتبر الترم ده معاك جوه المساله. في الغالب برضو في الغالب الدلتا البوتنشال انرجي ده، سوري دلتا البوتنشال انرجي الترم الجميل ده، ده حاسس ان هو غلبان معانا دايما، بيهمله بزيرو دايما ماشي، اذا لم يذكر خلاف ذلك. يعني هو مثلا يجي يقول لك تانك كبير جدا، الدخول تحت عند ليفل 1 متر مثلا، والخروج عند ليفل مثلا 50 متر، وبالتالي اكيد في فرق هنا في الاليفيشنز محترم. لكن في التربينات والكمبريسورز والبمبات، لو انا خدت الكنترول فوليوم على التربينه او خدت الكنترول فوليوم على الكمبريسور او البمب، مش هلاقي في فرق اليفيشنز كبيره ما بين اللي داخل واللي خارج، وبالتالي دايما بهمله بيضيع. اوكي في حاجه احنا خدناها اللي هو الباوندري ورك في الكلوز سيستم، زي ما اتفقنا ان هو الورك انتجريشن البي في الدي في، وعلى حسب علاقه البريشر بالفوليوم تعمل الاستنتاج ده، لما البريشر كونستانت تبقى الورك هتساوي البي في دلتا في. احنا خدنا الكلام ده. هنا انا عندي حاجه شبهها شويه. هو قال لك الريفرسيبل ورك بتاع الاوبن سيستم، يبقى الورك اللي عندي هو عباره عن ماينس انتجريشن في في الدي بي، وبرده الوحده عندك كيلو جول لكل كيلو جرام، على حسب علاقه البريشر بالفوليوم، يعني واحده دي في والثانيه دي بي، يعني هنا اوبن سيستم فهيبقى دي بي. لو انت عندك بي في باور ان ايكوال كونستنت، الاثبات اللي احنا عملناه المره اللي فاتت في السكشن واللي موجود عندك في المحاضره هتعمله، هتوصل تستنتج برضو الحاجه الجميله دي. اوكي لان ماينس ان على ان ناقص واحد في بي 2 في 2 ناقص بي 1 في في 1، في حاله ان لو ده ايديال جاز فتقدر تشيل ان البي في هتساوي ار تي لو هذا سبيسيفيك فوليوم، او البي لو هو ده توتال فوليوم، بنعمل توتال فوليوم بالمنظر ده، يبقى البي في اما ار تي، فهتشيل البي في اما بي في بي 2 في 2 تحط اما ار تي 2، والبي 1 في في 1 تحط اما ار تي 1، والام عندك هيكون كونستانت ستيدي، والار اللي عندك برضه كونستانت، ده بتاع ده مثلا ده خاص بالجاز نفسه اسمه جاز كونستانت اصلا، وبالتالي ماشي هتبقى في الاخر ام ار تي 2 ناقص تي 1 ماشي. ده الجزء يعني مش مقدرش عليه اقول عليه جزء نظري، لكن كان جزء تمهيدي، جزء مجرد تمهيدي بس عشان خاطر نخش في الشيت. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ معلش مره تانية بس في البارت 2 انا بعتذر، انا نزلت بس ايه متاخر شويه، يعني قسمته مع الاثنين ان هو هيبقى طويل شويه، يعني اظن ان بارت 2 هيبقى وقته اقل من بارت 1 شويه. المهم احنا ان شاء الله ناويين في الجزئيه دي ان احنا ايه نحل مسائل الفيرست لو اوف ثيرمودينامكس بتاعت الكنترول فوليوم. انا عندي هنا 9 مسائل، انا عندي هنحل ان شاء الله، ناوي باذن الله نحل 1 2 3 4 5 و9، هيبقى لكم انتوا 6 و7 و8. ده مش اساينمنت ولا حاجه، لا انت ايه ماشي ايدك بس فيها. جميل جدا ماشي، تعال ناخد مساله مساله. رقم مساله رقم 1 ملخص الامر بيقول لك ان انا عندي والله انا عندي شاور او بيستقبل تو ستريمز انلتلي، بيستقبل الهوت ووتر عند 60 ديجري سيلسيوس، وعندي يستخدم الكولد ووتر عند بيستقبل الكولد ووتر عند 10 ديجري سيلسيوس، هما الاثنين يعملوا ميكسنج يخرجوا لي وورم ووتر عند 43 ديجري سيلسيوس. طب جميل، طب ايه المطلوب؟ والله انا عاوز الريشيو ما بين الماس فلو ريت بتاعه الهوت على الكولد، يعني ام دوت هوت على ام دوت كولد. حلو، اسيوم الهيت لوسز فروم الميكسنج تشامبر، قال لك نيجليبل يعني دي مهمله، نيجليكت الايه الهيت لوسز. وبعد كده قال لك ان الميكسنج ده بيتم عند بريشر 137.9 كيلو باسكال ماشي. حلو هنقف بس هنا شويه. اي عمليه ميكسنج يا جماعه بتتم عند كونستانت بريشر، تاني اي عمليه ميكسنج بتتم عند كونستانت بريشر، يعني انا مثلا يعني الثلاثه ستريمز دول هيكونوا هم الثلاثه عند 137.9، ما ينفعش اعمل ميكسنج مثلا ما بين ضغط 10 بار او ستريم او فلويد عند ضغط 10 بار وفلويد تاني عند ضغط نص بار،
اللي هيحصل ان هو العشرة بار هيعملوا لي اكسبانشن لغايه ما وصلوا نص بار ويعملوا الميكسنج. خلاص كده يعني هينزل له، يعني هيعمل اكسبانشن لغايه ما يوصل ضغط نص بار. دي تعتبر بالنسبه لي معلومه في المساله، لان انا في يعني هو هما التلاته، يبقى هما التلاته عند نفس الضغط، انا اعرف اجيب ايه. ممكن تكون دي ستيت 2 اللي مجهوله عندي. خلاص في الحته دي مهمه جدا. خلاص نكمل، تعال نشوف المساله اتحلت ازاي. انا والله دلوقتي عندي ده الكنترول فوليوم بتاعي او الميكسنج، الهوت داخل عندي 60 اهو على ام دوت هوت ماشي، والكولد داخل عند 10، ادي هنا ام دوت كولد، وبعد كده الام دوت ووتر ماشي خارجه عند ايه، او الام دوت وورم ووتر عند 43 ديجري سلسيوس. حلو، ادي الكنترول فوليوم، بشوف ايه الانرجي اللي داخله والانرجي اللي خارجه والماس اللي داخله والماس اللي خارجه. جميل، طب تعال نشوف الماس الاول. بقول ايه؟ بقول ان انت عندك دي حاله ستيدي ستيت، وبالتالي الام دوت ان بتساوي الام دوت اوت، او سميشن الام دوت ان عشان انت عندك اكتر من ام دوت ان بتساوي ام دوت اوت، وبالتالي ام دوت كولد زائد ام دوت هوت هتساوي ام دوت ووتر. دي المعادله رقم واحد، ما اعرفش عن اي حاجه خلاص ارميها دلوقتي. طب اوكي، طب تعال نطبق الانرجي ايكويشن او الفيرست لو. بيقول لك ايه؟ يقول لك الكيو ناقص الورك بتساوي ايه؟ بتساوي اللي هو الام دوت ووتر في الاتش اوت ناقص سميشن الام دوت ان في الاتش ان، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن اتش اوت ناقص اتش ان، لكن اتش اوت ليها ماس مختلفه عن الاتش ان، فبكل اتش تتضرب في الماس بتاعتها. اقولها تاني، دلوقتي انا عندي اكتر من استريم او اكتر من فلويد داخل معايا. حلو، وبالتالي كل واحد من دول ليه ماس مختلفه، وكل واحد من دول ليه انرجي اصلا مختلفه، يعني اتش مختلفه. يعني اتش بتاعت 10 مستحيل تكون اتش هي نفس الاتش بتاعت 60، مستحيله طبعا زي ما حضراتكم عارفين طبعا ماشي. وبالتالي بضرب كل الماس في الانرجي اللي داخله بتاعتها، وبالتالي هنا ام دوت كولد اللي داخله دي هضربها في ايه؟ في الاتش بتاعت ال 10، وام دوت هوت هضربها في الاتش بتاعت كام؟ الاتش بتاعت ال 60. طب الام دوت الورم او الام دوت توتال هضربها في الاتش بتاعت 43. احنا بنقول من الاخر سميشن الاكزيت، القانون في الحاله العامه بيقول لك سميشن الاكزيت ناقص سميشن الانلت. يبقى سميشن الاكزيت هو عباره عن ايه؟ اللي هي الام دوت دبليو في الاتش دبليو اوت ناقص سميشن الانليت، اللي هي عباره عن اللي هي ام دوت كولد في اتش كولد زائد الام دوت هوت في اتش اتش هوت. اوكي جميل، طب ده، طب بالنسبه للبوتنشال انرجي اللي هي جي في دلتا زد، والله ان الديفولت بتاعي ان البوتنشال انرجي هنا هم تقريبا بيحصل لهم ميكسنج عن نفس الاليفيشنز، يعني الفرق ما بين الليفل ده والليفل ده 2 3 سم او 4 سم مش فارقين خالص، فده طبيعي ان انا ايه اهملها. طب بالنسبه للكينيتيك انرجي، والله الراجل قال لك اهملها، او ما قالك حتى ما أجب مش ما قالكش اهملها دايركت، لا ما جابش عنها سيره، ما جابش سيره سرعه، ما جابش سيره اصلا ماس فلوريت. هو قالك عاوز الماس فلوريت ريشيو، ما جابش، ما قاليش هات الماس فلوريت، ما ادانيش سايز لماسوره. بيقول لي والله السايز الماسوره هنا 5 سم، او بيقول لك سايز الماسوره، فانت لازم تعرف دماغك تروح ناحيه ايه، ان الام دوت رو في في الايه، فتعرف ان انت ممكن تقدر تستخدم السايز الماسوره الديامتر بتاعها والماس فلوريت عشان تقدر تجيب سرعه، او العكس مديك سرعه عشان تقدر تجيب ماس فلوريت. طب مش جايب لك اي معلومه عندي على طول، اهمل يا باشا. دلتا كينيتيك انرجي بزيرو. طب هو قال لك اهمل ايه؟ قال لك الكيو بزيرو، ده معلوم. طب انت بص، بصيت على المساله كده، او بصيت على الشكل اللي قدامك او كنترول فوليوم اللي قدامك، انت شايف ان في اي ورك عندك؟ في اي حاجه اتحركت؟ في شافت اتحرك؟ لا ما فيش، يبقى الورك بكام؟ بزيرو. فهننزل تحت بقى، صفرنا الحاجات الجميله دي كلها في ام داد في ام دبليو، وبالتالي هودي دول الناحيه الثانيه، في ام دبليو اتش دبليو هتساوي ام سي اتش سي زائد ام اتش في اتش في اتش اتش اللي هي اتش هوت واتش كولد. طب فاكرين المعادله رقم واحد اللي هي الام دوت ام دوت ووتر ام دوت سي زائد ام دوت اتش؟ حلو، هشيل الام دوت الحلوه دي جميله دي واعوض عنهم بالاثنين دول. اوكي، عوضت عن الام دوت ووتر بالام دوت كولد زائد الام دوت هوت ماشي. تمام، ايه اللي حصل بعد كده؟ انا عاوز اعمل ري ارينجمنت بس للمعادله، بجيب كل حاجه فيها ام دوت كولد في طرف، واجيب كل حاجه فيها ام دوت هوت في طرف تاني. اوكي بالظبط، فبقى بالمنظر ده، يبقى الام دوت كولد هتساوي اتش ووتر ناقص اتش ناقص اتش كولد، اللي هتساوي ام دوت هوت في اتش هوت ناقص اتش ايه اتش ووتر او اتش ورم. فخلاص بقى تقدر تجيب الريش منها سهله بقى، الام هوت على ام كولد على الاتش على الترم ده، من الاخر يعني على الترم ده. جميل جدا، فبقت بالمنظر ده. حلو، انت كده لغايه دلوقتي انت جبت الريشيو كايه؟ كريليشن. طب انا دلوقتي المفروض اعوض بقى بايه؟ بالاتشات دي
انا معرفش اتش ورم دي بكام اصلا. خلاص اوكي، فانت عندك، هو مديك معلومه اصلا ان كل الضغوط دي بتحصل عند ضغط كام، او كل الميكسنج ده بيحصل عند ضغط 137.9 كيلو باسكال. فحضرتك هتعمل ايه دلوقتي؟ هتفتح الستيم تيبل عند الضغط ده ودرجه الحراره دي، ماشي؟ فانت في الغالب، يعني هو مش في الغالب، ده انت اكيد انت هتلاقي الحاجات دي كلها في تيبل 3 اللي هي سب كولد. يعني هتفتح مثلا الجدول عند ضغط 1.379، اوكي، وعند درجه الحراره 60، هتجيب ساعتها الاتشات اللي عندي. انا جبت لك الاتشات هنا اهو، الاتش هوت 251، الاتش كولد 42، والاتش ورم الميكسنج منهم 180. عوضنا عليهم، عوضنا في الاتشات، طلعت بعد كده الريشيو 101 او 1.94. بس دي المساله الاولانيه، يعني مساله بسيطه جدا 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 يعني. اوكي، نروح نشوف المساله التانية. المساله التانية بيقول لي انا عندي اير كومبريسور، اوكي، بياخد الهواء عن ضغط 1 اتموسفير و20 درجة سيلسيوس، جميل، وبعد كده بيضخ الهواء ده في لاين او ماسوره، الانسايد ديامتر بتاعها 1 سنتي. خلاص قال لك ديامتر، فانا متاكد ان في سرعه هنا، خلاص انا معاك. بيقول لي اهو الافريج فيلوسيتي في اللاين عند البوينت القريبه من الديستشارج 7 متر بير سكند. دي السرعه من الاخر يعني، سيبك ولا بوينت قريبه من بوينت بعيده، سيبك من القصه دي كلها. هو بيقول لك والله ان انا عندي السرعه في اللاين بتاع الديستشارج لاين 7 متر بير سكند، والديسشارج لاين ده القطر بتاعه او الانسايد ديامتر اللي عندي يا عم الحاج 1 سنتي، والديسشارج بريشر 3.5 بار اتموسفير، دي 1 اتموسفير تقريبا 1 بار، فال 3.5 بار 3.5 اتموسفير 3.5 بار. بيقول لي الكمبريشن اوكيرز كوازي ستاتيكلي اند ادياباتيكلي، يعني دي معلومه ثانيه، ان الكيو عندي هنا بكام؟ بزيرو. قال لي عاوز الورك انبوت تو ذا كومبريسور اسيوم ذا انلت اير فيلوسيتي از فيري سمول، يعني هو بيقول لك اصلا ان الفي ال بزيرو، يعني السرعه ال بزيرو، فالدلتا كينيتك انرجي كلها يعني الترم ده هيكون كله البالك كله فين؟ في الاكزيت فيلوسيتي اللي هي 7 متر سكوير على 2. طب خلاص تعال نشوف احنا حليناها ازاي. احنا رسمنا الكمبريسور، نقطه واحد الدخول اللي عندي، اللي انا اعرفه على نقطه واحد ان البريشر عندها 1 بار والتمبريتشر 20 سيلسيوس، واللي انا بضغطه ده هواء، جميل، دخلت الكمبريسور خرجت عند ضغط 3.5 بار عند درجه حراره انا ما اعرفهاش، انا عندي الديامتر بتاع اللاين ده 1 سنتي، وعندي السرعه في اللاين ده 7 متر بير سكند. طب جميل جدا، انا عاوز الورك، ماشي، او الباور يعني. طب خلاص اوكي، هو هنا لو انا حبيت اطبق الكونتينيوتي ايكويشن اقول له والله الام دوت ان هتساوي ام دوت اوت، ماشي، سيبك منها دلوقتي، تعال نطبق الانرجي ايكويشن. بقول الكيو ناقص الورك هتساوي اتش 2 ناقص اتش 1 زائد نص في سكوير 2 ناقص في سكوير 1 زائد جي زد 2 زد 1. احنا متفقين والله ان فرق الدلتا زد ده من زي ما اتفقنا ان هو هيبقى كام؟ بزيرو. هو الترم الغلبان، الترم الايه؟ ملوش لازمه عندي، متاخد كده وخلاص. اوكي، والكيو اللي عندك بكام؟ بزيرو، ده جيفن. وبالتالي الورك اللي انا بذلته جزء منه هيروح عشان يقدر يعلي البريشر فيعلي التمبريتشر اللي هو من الاخر متخزن، يخزن طاقه في الانسالب اللي هنا، وجزء تاني هيروح عشان اقدر ارفع السرعه بتاعت الترم ده. يبقى الورك اللي انا مدخل ده هيتقسم ما بين انسالبي زياده في الانسالبي، ان اتش 2 اكبر من اتش 1، تمام، والجزء تاني برضه هيروح عشان يروح زياده فين؟ زياده في الكينيتيك انرجي. طب جميل، طب احنا عارفين ان ده ايديال جاز، الدلتا اتش اللي عندي هتبقى سي بي في الدلتا تي، والتاني نص بي سكوير تنزل زي ما هي، مفيش مشكله. في بس هنا حاجه احنا نسينا نقولها في الشرح، الفي سكوير على الاتنين دي يا جماعه دي لوحديها كده بتطلع بوحده جول لكل كيلو جرام، فانا لو المفترض بيا ان انا عاوز احولها كيلو جول لكل كيلو جرام بقسم على 1000 واضرب في 10 اس ماينس 3، فعشان كده هنا قسمت هنا على ايه؟ على 2000. الترم ده يبقى عشان يبقى كيلو جول لكل كيلو جرام يبقى لازم 1 على 2000، جميل، فبالتالي يبقى ماينس الورك هتساوي سي بي في تي 2 ناقص تي 1 زائد 1 على 2000 في سكوير 2 ناقص 1 على 2000 في سكوير 2 بس. طب ايه اللي معايا وايه اللي مش معايا؟ والله انا معايا في سكوير 2 7 متر بير سكند، ومعايا التي 1، ومعايا السي بي بتاعت الهواء 1.0
O35 ومعايا تي واحد 20 20 زائد 2 73، بتعوض عليها ب 20 هنا، والتي 2 تبقى سيلسيوس برضه، مش هتبقى فارقه، معيش التي 2. اجيب التي 2 منين؟ ماشي اوكي. في حل تاني يعني؟ انا دلوقتي انا مشيت كده في الفيرست لو، هل في حل اسهل من كده على طول؟ هو في الصراحه. ايه الحل؟ اللي هو المعادله الجميله دي، حضرتك شايفينها طبعا، اللي احنا اتفقنا عليها وقلناها في اخر شرح بتاع الجزء الاولاني. المعادله دي ان الورك اللي عندي هو ماينس ان على ان ناقص واحد ب 2 في 2 ناقص بي 1 في الفي 1، والان ده اللي عندي هنا هيكون جاما لان العمليه حصلت عندي ايزنتروبيك. جميل جدا. وبي 2 في 2 احنا اتفقنا ان هو هيكون بالايديال جاز هي ام ار تي 2، وبي 1 في 1 هو عباره عن ام ار تي 1. طب خلاص تعالى، هتبقى من منظرها هتبقى عامل ازاي؟ هتبقى حاجه زي كده. يبقى تدينا ماينس جاما على جاما ناقص 1 في ار. الار ده اللي هو الجاز كونستنت بتاعي اللي هو الار بار على الموليكولار ويت، والان زي ما اتفقنا بقت جاما. الام انا قسمت عليها عشان تبقى سبيسيفيك، يعني كاني خدت من هنا اهو البي 2 في 2 ناقص بي 1 في 1، انا خدت اللي هي بتساوي ام ار تي، انا خدت الام ار دي كومن فاكتور، والام قسمت عليها عشان تكون سبيسيفيك، فالوحده هنا هو كيلو جول لكل كيلو جرام. جميل جدا. اوكي، يعني احنا لو عملناها بالمنظر ده ان هي البي في هتساوي ام ار تي اوكي، البي في ام ار تي، فشلت البي في دي حطيت الام ار تي وخدت الام ار كومان فاكتور. جميل جدا. وبعد كده قسمت على الام عشان تكون دي سبيسيفيك، في الاخر دي هتبقى الوحده بتاعتها كيلو جول لكل كيلو جرام. ماشي. وبالتالي برضو انا ما جيتش الورك، انا عندي كان عندي اصلا مشكله في التي 2. طب جميل، طب اعملها ازاي؟ خلاص، ما انت عارف ان العلاقه ما بين التي والبي، انت عارف ان الايزنتروبيك كومبريشن او اكسبانشن هو خاضع للعلاقه ان هي البي في باور جاما ايكوال كونستنت. اوكي، انت عارف هي بي في باور جاما ايكوال كونستنت، وبالتالي ان التي 2 على تي 1 هتساوي بي 2 على بي 1 اللي هي جاما ناقص 1 على جاما. انت معاك البي 2 ومعاك البي 1، والتي 1 هو عباره عن اللي هي 20 زائد 273 اللي هي من الاخر 293. هتعرف تجيب التي 2 اللي عندك اللي هي 419 كلفن وشويه فك، اللي هي تقريبا 146 سيليزيوس. خلاص، اعوض بقى في القانون الجميل اللي فوق ده، هقول ان الورك والله في الاخر هتبقى ماينس 126.65 126.6 او 7/10. جميل. طب السالب دي ورك دان اون ذا سيستم، فالحته دي برضو مهمه ان السالب اللي عندي ده ورك دان اون ذا ايه؟ اون ذا سيستم. انت لازم انت عارف كده. خلاص، انا كده جبت الورك، مش محتاج طبعا انا ايه اطبق القانون بتاع الفيرست لو ده تاني. خلاص، انا كده كان عاوز من الورك، خلاص انا جبته من القانون بتاعي، الريليشن بتاعت البي في بار جاما، وعوضت الان كانها جاما. طب تعالى نشوف تاني هو طالب منك ايه. لا، هو خلاص هو مش طالب مني اي حاجه تاني، عاوز الورك انبوت تو ذا كومبريسور. هو اظن ان هو ما كانش عاوز الورك، ممكن الحته دي كانت غلطة، يعني هو غلطان فيها شويه. هو هنا المفترض الحته دي ممكن نقدر نغيرها ونسميها باور، هو عاوز الباور انبوت. هو اصلا عشان هو حللها، يعني لو جينا الحل بتاعها كده هتلاقيه هو مطلعها 205 واط، لو حضراتكم شايفين هي 205 واط، يعني هو حاطط هنا 205 واط. جميل. فهو مش عاوز ورك، هو عاوز باور. طب تعالى نروح نشوفها احنا عليناها ازاي. ماشي، انا عندي في كيس في اللي عند تشارج او عند ستيت رقم 2 الام دوت هتساوي رو في في الايه. جميل. وبالتالي انا عندي الرو هو بي على ار تي. طب جاب منين؟ جاب من فوق، انا شاريحها فوق اهو، ان الرو هو عباره عن ام على فوليوم،
وحضرتك زي ما انتوا عارفين ان هو البي في ام ار تي، وبالتالي الام على فوليوم هو عباره عن بي على الار تي، فالرول الايديال جاز على طول بي بي على ار تي في الفلوستي اللي عندك في الاريا. طب جميل، طب تعال نشوف البي. البي هو عباره عن 3.5 في 100، عشان 3.5 بار انا عاوزها كيلو باسكال على الار، الار بتاعت الهواء 0.287 في 419 واحد اللي هي ستيت رقم 2، فده كل ده عند ستيت رقم كام؟ كل ده عند ستيت رقم 2، كل ده ستيت رقم 2. جميل، ايه تاني؟ في الفلوستي اللي عندك اللي هو مداني جيفن 7 متر بير سكند، في الاريا هي باي على 4 في الديسكوير، والديسكوير ده 1 ماشي، وبالتالي الام دوت اللي عندك هتبقى 1.5 من الاخر في 10 اس ماينس 3 كيلو جرام بير سكند. طب انت عاوز تجيب الباور، اضرب ده في ده، يعني الباور اللي عندك هيكون الورك السبيسيفيك اللي هي الكيلو جول لكل كيلو جرام في الام دوت اللي عندك، فيطلع حوالي 203 واط تقريبا، مش فرق كبير قوي عن ال 205 واط اللي هو ايه اللي هو كان عامل. اوكي، يعني هي مشكلة بس تقريب ارقام بس مش اكتر. نروح للمسألة اللي بعديها. خلاص المسألة دي بس يعني انا ما استلمتش اصلا فيها الفريسترو، كان استلمت فيها على طول، كان عاوز مني الباور مش الورك، يعني هو عبارة عن ماينس ان على ان ناقص واحد بي 2 في 2 ناقص بي 1 في 1، اعتبرنا العملية ايزنتروبيك وعوضنا الان عندي بجاما، وعرفت اجيب الورك، وعرفت اجيب التمبيتشر 2 من الايديال جاز ريليشن دي. اوكي، جبت التي 2، جبت الورك، وعن طريق الام دوت هو عبارة عن رو في اي، عرفت ربنا كرمني وجبنا الام دوت اللي عندنا، وبعد كده هيجيبنا ايه الباور اللي عندك حوالي 200 وشويه واط. جميل جدا. طب نشوف مساله رقم 3. مساله رقم 3 بيقول لك انا عندي ستيم تيربين بقى. مساله رقم 3 بيقول والله انا عندي ستيم تيربين بيخش عندي ستيم بيخش ادياباتيك تيربين ستيدي ستيت، سيبك من كل الكلام ده كله، بيخش عندي 6 ميجا باسكال 60 بار و500 سيليزيوس، بيعمل اكسبانشن، يعني الستيم نفسها زي ما اتفقنا ان الستيم تيربين بيحصل جواها ايه، ان البريشر اللي عندك بيحصل له اكسبانشن، يعني بيحصل عندك بريشر دروب كبير جدا وتمبرشر دروب، فالفرق ده بيروح فين؟ بيروح عشان اقدر ازود بيه الكاينيتيك انرجي، لان الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من العدم، فالثيرمال انرجي اللي كانت مختزنه انا اكيد حولتها جوه الستيم تيربين عن طريق النوزلز اللي احنا اتكلمنا عليها لسرعات كبيره، وبعد ما حولتها لسرعات كينيتيك انرجي استخدمت الكينيتيك انرجي الضخمه دي عشان اقدر احرك ريش التربينه، ولما حركت ريش التربينه على طول ايه حركت الشافت اللي تحتيها، يعني هي ماونتد على شافت، كانك حاجه اتحركت على الشافت ده، وبالتالي الشافت نفسه ابتدى يتحرك. طب جميل جدا، نكمل بس. بيقول لي كالكوليت ذا ورك اوت بوت لما يكون الفلو عندك 1 كيلو جرام بير سكند، ماشي، وبعد كده في حاجه ثانيه يقول لك عاوز الفلو ريت لو انا عاوز ابريديوس ورك عند 400 كيلو وات، مفيش مشكله. طب تعال نشوف احنا حليناها ازاي. انا عندي والله ستيم تيربين بالمنظر ده، الست رقم واحد داخل لي 60 بار و 500 سيليزيوس، جميل. اوكي، 60 بار 500 سيليزيوس، هات الاتش اللي هي طلعت 3422.9. طب خرج بيقول لي عند الست رقم 2 بيقول لي عند بريشر 10 كيلو باسكال اللي هي 1 من 10 بار، والدرينس فراكشن بتاعتي او الاستيم كواليتي 90%، فعند الاتش 2 2344 او 2345، خلاص جبنا الاتش. الام دوت 1 كيلو جرام بير سكند، قال لي ادياباتيك، حلو. نيجي نقف هنا، لو عاوز اطبق الكونتينيوتي ايكويشن يبقى ام دوت 1 هتساوي ام دوت 2، ولا ليها اي لازمه دلوقتي هنا عندي. طب جميل، اخش على ايه؟ على الفيرست لو، بقول له كيو دوت اللي هو بالكيلو وات ناقص الورك دوت هتساوي الام دوت في الاتش 2 ناقص اتش 1 زائد فرق كينيتيك انرجي زائد فرق البوتنشال انرجي. الترم الغلبان ده دايما تبقى بزيرو. ما جابش عندي زيرو، مفيش اي سير. طب الفلوستي ما جابكش اي سير عن الفلوستي، ولا اللي دخل ولا اللي خرج. اوكي؟ فتقريبا كان هو داخل بفلوستي معينه، هو خرج بنفس الفلوستي. طب جميل جدا. فده برضه هيبقى مهمل، مفيش اي سير عنه، فده مع السلامه. جميل، فكل بالك الانرجي اللي انا خدتها كباور كانت فرق ما بين ايه؟ ما بين الانصال بنفسها، اللي هي الدلتا اتش. وبالتالي يبقى الباور اللي عندك هو عباره عن ام دوت اتش 2 ناقص اتش 1، اتش 2 اقل من اتش 1، فالترم ده هيبقى نيجاتيف.
اللي هي اتش 2 ناقص اتش 1 ده هيبقى نيجاتيف، فنيجاتيف هتروح مع نيجاتيف زي ما هنشوف. وبالتالي لما الام دوت 1 كيلو جرام بير سكند، ودي الوحده بتاعتها ال اتش 2 ناقص اتش 1 الوحده بتاعتها كيلو جول لكل كيلو جرام، ضربتها في كيلو جرام بير سكند هتديني بعد كده كيلو جول بير سكند اللي هي ايه؟ اللي هي الكيلو وات. جميل جدا. وبالتالي الدبليو دوت في الاخر او الباور اللي عندي هو عباره عن 1000 كيلو وات، اللي هي 1 ميجا تقريبا. طب حلو. طب بارت 2 في المساله بيقول لي ايه؟ بيقول لي عاوز الباور لما يكون 400 كيلو، عاوز بقى الام دوت. الباور 400 كيلو هات الام دوت. خلاص نفس القانون ده اللي انا اعوض فيه، مجرد بس غيرت ايه؟ غيرت الام دوت دي، بدل ما كان 1 كيلو جرام بير سكند بقت مجهوله دلوقتي، بقت انون عندي. والباور اللي عندي هيبقى 400 بدل 1000. فانت اكيد متخيل ان انا لما اقلل الام الباور لازم يقل قدامي الام دوت، وده فعلا اللي بيحصل في محطات الكهرباء بره، ان الستيم تربين المستخدمه كبيره جدا بشكل كبير جدا في محطات الكهرباء. لو عاوز يعمل عليها يعني كنترول شويه هو بيتحكم في كميه الام دوت اللي داخله. فعند 1 كيلو جرام بير سكند وليت لي 1000 كيلو 1000 كيلو وات، عند عاوز 400 بس مش عاوز الرقم ده كله، فهيبقى 0.4 تقريبا كيلو جرام بير سكند، مع تثبيت كونديشنز الدخول وكونديشنز الخروج. جميل. بس كده المسألة ايه؟ المسألة خلصت. نخش نشوف المسألة اللي بعديها اللي هي مسألة رقم 4. الحمد لله العملية بتجري بسرعة. مسألة رقم 4 بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا عندي سنتريفيكال بلاور. البلاور ده زي لك يا ربي، زي اللي عندكم مثلا في البيت انت بتستخدمه عشان تنظف حاجة، بلاور كده، او تنظف الكمبيوتر او حاجة. ماشي. عندي سنترفيوجال بلاور، الهواء اللي داخله بيكون عند ضغط 1 بار و20 سليزيس بفوليوم فلوريت 7 من 10 متر بير سكند، ده للدخول. جميل. بعد كده الاير انترز عند 1 متر بير سكند، عند ستشارج عند 10 متر بير سكند. فدي السرعة اللي داخلة وفي السرعة اللي خارجة. هو منطقي ان هو بلاور ده هو وظيفته الاساسيه مش يرفع ضغط الحاجه او يرفع ضغط الميديم او الهواء اللي عنده او اي غاز تاني، لا ده بيرفع بيزود الكينيتك انرجي، فتلاقيه خارج بسرعات كبيره جدا. حلو. والتمبريتشر بالنسبه له اس از كونستانت تقريبا، يعني التمبريتشر الداخل هو تقريبا التمبريتشر ايه الخارج. قال لي عاوز كالكوليت الانبوت باور، وقال لي حط اي اسامشن انت عاوزها. طب جميل جدا. اوكي تعال نشوف احنا حليناها ازاي. انا دلوقتي ادي هنا البلاور، سيت الدخول عندك 1 بار 20 سليزيس، الفوليوم فلوريت اللي عندك 7 من 10 متر بير سكند، ماشي، وال الفلوست 1 متر بير سكند، الخروج 10 متر بير سكند، والتمبريتشر برضو 20 ديجري سليزيس. جميل. طب بص يا جماعه انا هقف هنا بس حاجه، نقول معلومه مهمه جدا على الموضوع بتاع الفوليوم فلوريت ده. انا بتعامل بفوليوم فلوريت ولا ماس فلوريت؟ لا ماس فلوريت. خلاص كده. جميل. وبالتالي عشان اقدر اجيب الماس فلوريت، انت عارف ان الرو هتساوي الام على فوليوم، فانت محتاج الماس، فانت المفروض الرو اللي عندك دي تتدرب فين؟ في الفوليوم، او تتدرب في الفوليوم فلوريت عشان تقدر تجيب الماس فلوريت. جميل جدا. تمام. ده اللي احنا عملناه. انا دلوقتي اعرف اجيب هو دلوقتي مديني بريشر وتمبريتشر عند نقطه الدخول، ده اللي انا استخدمتها عشان اقدر اجيب منها الرو، اللي هي تقريبا 1.2 من 10، اللي هي 100 كيلو باسكال على 0.287 في 293 كلفن، اللي هي 20 سليزيس اللي هو مدخلها لي. وبالتالي ان الرول اللي عندي هو 1.2 من 10 او 1.18 كيلو جرام لكل متر مكعب. حلو. اضرب ده في ده، وبالتالي دي 7 من 10 جيفن، دي 1.2 من 10، فالماس فول ريت اللي عندك هتبقى 0.832. طب جميل جدا. طب هو دلوقتي ستيت اسامبشن، انا قلت ان هو ادياباتيك. تعال نطبق بقى ايه الفيرست رو. قلت لك كيو دوت ناقص الورك دوت هتساوي الام دوت في دلتا اتش زائد دلتا الكينيتيك زائد دلتا البوتنشال اللي مع السلامه. ترم ترم احنا اتفقنا ان هو ادياباتيك كيو بزيرو. هو بيقول لي تمبريتشر كونستانت دلتا تي بزيرو، عشان هي دلتا اتش دي عشان ده ايديال جاس، بي دلتا تي بزيرو. وبالتالي ماينس الورك او ماينس الباور هتساوي الام دوت على 2000 في في سكوير 2 ناقص في سكوير 1. في سكوير 2 اللي هو 10 متر بير سكند ناقص 1 متر بير سكند. خلي بالك على 2000. ليه؟ عشان ده يبقى كيلو وات. ممكن تسيبها كده عادي 2 وتطلعها كيلو وات، انا طلعتها في الاخر بوحده الوات.
جميل. وبالتالي اللي هي 100 ناقص 1 تبقى 99، اتضربت في الرقم ده كله او الفاكتور ده كله، طلعت لي في الاخر تقريبا 41.2 واط. ماشي اوكي. المسألة اللي بعديها مسألة رقم 5. مسألة رقم 5 لذيذة شوية. اوكي، هو دلوقتي بيقول لك انا عندي هواء انا ضغط 6.9 من 10 بار ودرجة حرارة 62، سروتلد خنق. افتكر عملية السروتلينج اللي احنا قلنا عليها، السروتلينج اول ما تيجي في اول ما تشوفها في المسألة وانت مغمض ما تفكرش في حاجة ان هي غير ان هي كونستنت انصالبي، فانصالبي الدخول بتساوي انصالبي الخروج. انا مجرد خنقت على الفلو بس، يعني ضغطته، مش ضغطته، مش زودت الضغط، لا، يعني زي ما تقول هو كان ماشي في اريا معينة، مشيته في اريا اصغر من الاريا اللي هو كان ماشي فيها، فكأنه عدى على فالف خنق على الفلو قبل ايه، قبل ما يخش، قبل ما يكمل على الماسوره. المهم يعني هو دلوقتي سروتلت تو 5.5 بار قبل ما يعمل يكمل اكسبانشن جوه نوزل، يعني عند الاثنين، عند سروتلينج فالف وعند نوزل، تو ابريشر 1.1 بار. دلوقتي بيقول لي اسيومنج الاير اللي عندك ريفرسيبلي ان سيدي فلو ثرو انوزل، يعني هو بيقول لك ده ريفرسيبل ومفيش هيت، ومفيش هيت ريجكتد، خلاص يبقى هي كلها ايزنتروبيك. يعني اللي حصل في النوزل، انت عارف ان النوزل الاريا بتاعته بتقل، فالفلوستي بتزيد والبريشر، البريشر حصل له ايه؟ بريشر بيقل، وبالتالي ده اسمه اكسبانشن، فهو ايزنتروبيك اكسبانشن جوه النوزل ده. جميل. عاوز ايه؟ عاوز فلوستي الهواء اللي خارج لما يكون فلوستي اللي داخل 100 متر بير سكند. اوكي، طب تعالى نشوف احنا عملناها ازاي. ماشي، انا اسف على المنظر ده، انا كنت راسمها الاول ديفيوزر لكن معلش ايه، هي نوزل يعني. المهم دلوقتي الدخول عندي 6.9 بار، تمبرشر الدخول 260 سيليزيوس، عملت ثروتلينج جوه من نقطة 1 لنقطة 2، فبقت نقطة 2 5.5 بار. جميل. وبعد كده أنا عندي الفلوست اللي عندك، فلوست الدخول على النوزل 100 متر بسكند، اللي هي فلوست رقم 2. ماشي كمل. وفلوست الخروج منه هو أصلا مطلوبة، ولما يكون الضغط اللي خارج منه 1.1 بار. طب حلو جدا. طب انا دلوقتي تعال نفكر المساله من الاخر، يعني انا دلوقتي عاوز اجيب من هنا ايه، عاوز اجيب من هنا السرعه، السرعه فاقدر اجيبها من طريقين، يا اما ام دوت رو في ايه، ماشي، وانا ما عنديش الام دوت ولا عند الرو ولا عند، مفيش الكلام ده، ما عنديش الكلام ده كله، مش ام دوت اصلا، ما عنديش الايه، وبالتالي الطريق ده مسدود. يا اما اقدر اجيبها من الفيرست لو، لما اطبق الفيرست لو، تعال لما طبقنا الفيرست لو على الكنترول فوليوم بتاع النوزل نفسه. طب حلو جدا. طب انا محتاج ايه؟ ما اطبق الفيرست لو، كيو ناقص الورك، الكيو بزيرو، الورك بزيرو، دلتا اتش، يعني انا محتاج الحراره اللي هي سي بي دلتا تي، اللي هي المفروض الحراره اللي خارجه ناقص اللي داخله، فانا معيش الحراره اللي خارجه واللي داخله هجيبها، معيش اصلا كمان، هنجيبها كمان شويه، زائد نص في ام في سكوير. المهم ايه ينفع يعني. طب خلاص تعال نطبقها، تعالى امشي الاول الدنيا سيستماتيك، انا حبيت بس ايه يعني اجيب لك الموضوع من الاخر، لكن خلاص سيبك من اللي قلته ده، تعال نشوف نطبق الموضوع ايه سيستماتيك من نقطه 1 لنقطه 2. ف نقطه 1 لنقطه 2 كيو ناقص الورك بيساوي دلتا اتش زائد دلتا كينيتك زائد دلتا بوتنشال، زي اللي احنا خدناه يعني، زي عمليه الثروتلنج العاديه، دي طارت دي طارت دي طارت دي طارت، كلهم طاروا، فبقى لي دلتا اتش بيساوي 0 في اتش 1 بيساوي اتش 2. انت مش انت عارف ان الاتش هو عباره عن سي بي في التي، او دلتا اتش هي عباره عن سي بي في الدلتا تي، وبالتالي ان تي 1 بتساوي تي 2، تي 1 بتساوي تي 2 اللي هي 260 سيليز، 260 درجه ديجري سيليز اللي هي 533 كلفن. طب جميل، لغايه هنا انا معايا نقطه 2 ومعايا الضغط عند نقطه 2 ومعايا فلوس عند نقطه 2. طب تعالى دلوقتي انا محتاج، يبقى انا قلت لك من شويه، فاكر انا قلت لك ان انت هنجيب درجه الحراره عند نقطه 2، لكن عند نقطه 3 اللي هي نقطة الخروج من النوزل نفسها أنا مش معايا درجة الحرارة. جميل، طب هتجيبها منين؟ ده ايزنتروبيك اكسبانشن اللي هو اديباتيك زائد ريفرسبل، ايزنتروبيك اكسبانشن اللي هي بي في باور جاما، وبالتالي نقدر نطبق عليها الايديال جاز ريليشن دي، ناخد ال ان اللي عندك بجاما اللي هي 1.4، تي 3 على تي 2 اللي هتساوي بي 3 على بي 2، ومن هنا نقدر نشوف ان البي 2 اللي عندك ب 1.1 بار ده جيفن، والبي 3 اللي عندك
ده كان 5.5 بار برضه جيفن، وبالتالي ان تي 3 طلعت 336 كلفن وشويه فكه يعني. طب تعال نطبق الفيرست لو، الكيو ب 0 ناقص الورك ب 0 هتساوي الدلتا اتش. هنطبق الفيرست لو ما بين مين ومين؟ ما بين 2 و3 اهي، اللي هي على النوزل ده. يعني انا مره طبقت الفيرست لو على الثروتلينج فالف، ومره تانية هطبق الفيرست لو على النوزل الجميل ده. طب اوكي تعال نكمل. كيو ناقص الورك هتساوي الدلتا اتش، اللي هي سي بي في الدلتا تي، زائد 1/2000 في سكوير 3 ناقص في سكوير 2. ماشي، الكيو بزيرو والورك بزيرو زي ما اتفقنا، ان تي 3 انت جبتها 336، والتي 2 انت اصلا جيفن معاك ان هي تي 2 بتساوي تي 1، والفي سكوير 3 دي اصلا مطلوبه منك، والفي سكوير 2 اللي هي 100 تربيع. وبالتالي في الاخر هتطلع 635.9، هي حوالي 636 متر بير سكند. جميل، ماشي. فالمسألة اللي زي كده دي يعني مسألة لذيذة شوية، يعني أنا اضطريت أطبق الفيرست لو من نقطة 1 لنقطة 2 عشان أقدر أجيب التمبريتشر عند نقطة 2، عشان أقدر أطبق عليها الأيزوتروبيك ريليشن ما بين نقطة 2 و3، وأقدر أجيب درجة الحرارة عند نقطة 3. ليه؟ عشان أعوض ده كله في الفيرست لو، وأقدر أجيب من هنا الفي سكوير إيه؟ عند بوينت 3. طيب اوكي نكمل بقى. ايه دي؟ مسألة رقم 5. خلاص احنا قربنا نخلص اصلا. ماشي، مسألة بقى يعني لطيفة شوية برضو، مسألة رقم 9. احنا قلنا هنحل 1 و2 و3 و4 و5 و9. بص يا جماعة، بس هو دي مش 200، مسألة رقم 8 دي مش 200 اس متر تربيع، مفيش حاجة اسمها كده اصلا، فهمتني؟ فهي بس كانت غلطة في الطباعة، هي 200 متر سكوير بير مينت، وهنا 1 متر سكوير، يعني الكروس سكشن اريا بتاعت الضغط ده اللي هو بيتكلم عليه مساحته 1 متر سكوير. تمام. طب اوكي، لارج عندي هنا بيقول لي سؤال رقم 9، لارج بامب بتاخد الميه من بحيره عند درجه حراره 25 بي فوليوم فلو ريت 1 متر سكوير، متر كيوب، سوري متر كيوب بير سكند، بترفع الضغط بتاعها من 120 ل 700 كيلو باسكال عشان تقدر تغذي محطة حريق. اوكي، لو البامب اللي عندك از ادياباتيك اند فريكشنلس، اللي هي ايه؟ ايزوتروبيك. ماشي، محدش يستخدم بي في بي, 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 بي باور جاما بقى، لان احنا بنتكلم هنا عن ميه. ماشي، ايه انسى بقى بي في باور جاما، عاوز الماتش هاو ماتش باور، عاوز الباور اللازم عشان اقدر ادرايف البامب. طب تعالى نشوف احنا حليناها ازاي. انا عندي بامب ست الدخول 1 120 كيلو باسكال و25 سلازيس، ست الخروج 700 كيلو باسكال، الفوليوم فلو ريت 1 متر كيوب بير سكند. لا مديني سايز ولا مديني اي حاجه، هو بس مديني الفي دوت دي عشان اقدر اجيب منها الماس فلو ريت زي ما هنشوف. طب انا هجيب الباور ازاي؟ طب تعال نشوف ان انا لو طبقنا، تعال نكتبها هنا مثلا، يا رب تشوفوها بس، ان الكيو ناقص الورك او الكيو دوت ناقص الورك دوت، اللي هي هتساوي الام دوت، ماشي، في ايه تاني، اللي هي اتش الخروج اتش 2 ناقص اتش 1. انا بكتب، يا رب تكونوا شايفين الكتابه دي. ايه تاني؟ زائد السرعة عندك اللي هي الكاينيتك انرجي اللي هنعملها، زائد البوتنشال انرجي اللي هي برضه هنعملها، فاحنا مش هنكتبها، خلاص مش لازم يعني، خليها الكاينيتك انرجي هنا وخلاص. لو طبقنا الايه؟ الريليشن دي، ماشي، كيو ناقص الورك ام اتش 2 ناقص اتش 1 زائد ايه؟ زائد كاينيتك انرجي. هو قال لي ادياباتيك، فالكيو دي بكام؟ الكيو دي بزيرو، راحت. الورك او الكيو دوت ده اللي عندك انت محتاجه، دلتا كانتك انرجي انت اهملته خلاص زي ما اتفقنا، وما تجيبليش انه اي معلومه عنه.
فما فيش اي معلومه، مش معناه ان احنا بنهمله وده فرض غلط، لا ده هو ممكن يكون سرعه الدخول نفسها بتساوي سرعه الخروج، ان هي عمليه ستيدي ستيت، ان الام هو في ماس فلوريت معين داخل، هو نفس الماس فلوريت، وهي هي نفس الميه اللي داخله، هي نفس الميه اللي هنا، والميه زي ما اتفقنا هو انكمبريسبل فلويد، فتغيير الضغط عليه او حتى تغيير التمبريتشر مش بيفرق قوي في الكثافه، فالرو تبقى ثابته، يعني الام دوت ثابت، الام دوت انت عارف ان هي رو في في الايه، الام دوت هتبقى ثابت، يعني هو الداخل هو اللي خارج، والرو ثابت حلو، والاريا اللي هي كروس سكشن اريا، هي الكروس سكشن اريا اللي داخل هو نفس الكروس سكشن اريا اللي خارج، وبالتالي اكيد الفلوس تبقى ثابت، وبالتالي ان دلتا كانتك انرجي تبقى بزيرو. ماشي، طب جميل خلاص اوكي. انا ما صنتش القانون ده ليه؟ انت تعرف ايه، انت تعرف ايه عن اتش 1 120 كيلو باسكال و25 سيليزيوس، طب تعرف ايه عن اتش 2؟ ما اعرفش عنها اي معلومه، مش اي حاجه انت تعرفها عنها. حلو، لكن انا اعرف حاجه تانية، اعرف القانون ده، الورقه هتساوي ماينس انتجريشن في في الدي بي. طب جميل جدا، الفي ده الورك ده اللي هو سبيسيفيك يبقى كيلو جول لكل كيلو جرام، والفي ده السبيسيفيك فوليوم ماشي، والدي بي هو عباره عن الدلتا بي. طب جميل، طب انا دلوقتي مش السبيسيفيك فوليوم عندي تعتبر ثابت، السبيسيفيك فوليوم هو تقريبا مقلوب الرو، الرو اللي عندك احنا اتفقنا ان هي ثابته، انا لسه قايلها من شويه، وبالتالي هتقدر تخرج بره التكامل، تخرج بره هنا ماشي، وبالتالي هتبقى بعد كده ان الورك ده هيساوي عباره عن في في دلتا بي نفسها اهي انكمبريسبل، وبالتالي القانون هيبقى ماينس في في بي 2 ناقص بي 1 ماشي، ان التغير اللي حصل في البريشر من 120 كيلو باسكال ل 700 كيلو باسكال انت ممكن تقدر تخش بنفسك وتشوفها في الاستيم تيبل، وتقدر تفرض اي درجه حراره في وزين الرينج اللي هي تبقى سب كولد عند ست رقم 2، وهتلاقي ان مهما عليت بدرجه الحراره حتى لو وصلت 60 70، ودي مستحيله انت عمرك ما توصل 60 70، درجه الحراره هنا لو توقعتها ممكن تبقى خدت مثلا 30 35 سيليزيوس بكتير قوي ماشي، افرضها في الرينج ده 30 35 40، هتلاقي ان السبيسيفيك فوليوم ما بيتغيرش، هتلاقي السبيسيفيك فوليوم ده اللي احنا قلناه في تقريبا في تاني سيكشن اللي هي 0.001 واحد من 1000، وشويه فكه جنبيه كده اللي هي في الاخر هتبقى لو انت قلبتها تديك رو، مش هتديك رو بالظبط 1000، تديك 997 995، ففي الاخر هي السبيسيفيك فوليوم ثابت يقدر يخرج بره علامه التكامل. طب حلو جدا، وبالتالي الورك هتساوي ماينس الفي في بي 2 ناقص بي 1، البي 2 اكبر من بي 1 وبالتالي الترم ده كله هيبقى بوزيتيف، اتضرب في النيجاتيف ده معنى كده ان الورك دي تبقى ده ورك دان اون ذا سيستم يبقى بالنيجاتيف، وده مظبوط، يبقى انا اعرف اجيب بس الورك هنا ان انا، طب انت جبت السبيسيفيك فوليوم منين؟ الله ماشي، احنا جبنا السبيسيفيك فوليوم معايا ال 120 كيلو باسكال وال 25 سيليزيوس، اعرف اجيب السبيسيفيك فوليوم ده من تيبل 3 ده سب كولد. حلو جدا، قال لي ده السبيسيفيك فوليوم هو فعلا طلع واحد، ف واحد من 1000 في 700 ناقص 120، فطلعت لي في الاخر ماينس نص او ماينس 6 من 10 كيلو جول لكل كيلو جرام. حلو، هو عاوز باور، يبقى انا محتاج اجيب ايه؟ ماس فلوريت. طب اجيب الماس فلوريت منين؟ طب ما هو مديني الفوليوم فلوريت، ولسه قايلينها من شويه ان الرو هي ام على فوليوم، يبقى الماس هو عباره عن الرو اللي عندك دي في الفوليوم، او تقدر تجيبها بالطريقه الثانيه ان السبيسيفيك فوليوم اللي عندك هو عباره عن ايه؟ الفوليوم الماس بير يونت فوليوم، السبيسيفيك فوليوم هو عباره عن ايه؟ متر مكعب لكل كيلو جرام، فوليوم بير يونت ماس سوري مقلوب الرو، السبيسيفيك فوليوم هو فوليوم على الماس زي ما انا كاتب كده، وبالتالي السبيسيفيك فوليوم اللي عندك هتبقى واحد اللي انت جبته عند ضغط 120 كيلو باسكال و25 سيليزيوس، هي 1.8 بار و25 سيليزيوس ماشي، وادي الفي دوت اللي عندك هو مدالك جيفن بس تقريبا واحد من 1 متر كيوب بير سكند، هتعرف من هنا تجيب الام دوت على طول، فالام دوت اللي عندك هتطلع 997 كيلو جرام بير سكند. طب انا عاوز اجيب الباور، اعوض بقى في القانون الجميل اللي تحت ده، ان الام دوت اللي عندك دي هتبقى بالكيلو جرام بير سكند، و الورك اللي عندك هيبقى كيلو جول لكل كيلو جرام، فتعرف على طول تجيب من هنا الباور اللي عندك هو عباره عن 580 كيلو وات. تمام كده؟ طب احنا ليه كتبنا بس القانون ده في الاول؟ عشان اقدر بس اقول لك ان احنا يعني في الاوبن سيستم هي افكار كتيره جدا. خلاص؟ يعني عاوز يعني اعلمك حاجه يعني سيستماتيك ثينكينج،
ان انا تفكير يعني تفكير ايه ستيب باي ستيب. فكل المسائل اللي احنا كنا بنحلها من القانون ده كيو ناقص الورك ام اتش 2 ناقص اتش 1. فجيت هنا عجزت ان انا مش هعرف اجيب اتش 2 اصلا. صح اه صح جدا، لكن انت تعرف تجيب اتش 2؟ ما بتعرفش تجيب اتش 2 ماشي، الا بفرض نقعد بقى نفرض بقى زي الفرض اللي انا قلت لك عليه، والله احنا ممكن نجيب التمبيتشر كذا من شويه. خلي بالك برضو ان فرق الاتشاف من هنا اتش 2 ناقص اتش 1 برضو مش كنتش كبير قوي. خلاص على حسب فرضك بقى، انا فرضنا قلت مثلا 35 40 واحد، تاني يفرضها 55 60، فرضنا نفتحها مع بعض مش هينفع. وبالتالي الاحسن طبعا احنا ايه نستخدم القانون الايه اللطيف ده، واسهل بكتير قوي الصراحه. خلاص كده احنا كده خلصنا زي ما اتفقنا مع مندوب الدفعه، وزي ما حضرتك كنت اتفقت مع الدكتور ان احنا ان شاء الله عندنا يوم الاثنين الجاي هندي السكشنين الاولى والثانيه. هيكون عندي ان شاء الله كويز لغايه هذه النقطه اللي انا واقف عندها اللي هي الفيرست لو في الاوبن سيستم، مفيش اي يعني من اول خالص او من اول سكشن لغايه النقطه دي. خلاص، ودي حاجه برضو ايه كويسه عشان تقدر تدربك على الميد تيرم. الميد تيرم المفترض الاسبوع اللي بعديه على حسب ما اذكر يعني. تمام كده ماشي، ربنا يوفقكم ومشوا ايديكم برضو في ايه في باقي المسائل. تمام، السلام عليكم ورحمة الله.